اهلا بحضراتكم من جديد. طيب النهارده بالتاكيد الكل منتظر مباراه كبيره جدا، مباراه باللغه القرويه صقر قروي ما بين ريال مدريد وليفربول، وهو صقر بالنسبه بالتاكيد لبطل انجلترا فريق ليفربول اللي بالتاكيد ابرز نجومه النجم المصري محمد صلاح. البعض ممكن يقول لك ايه الوطنيه، لازم نشجع ليفربول عشان محمد صلاح، وفي طبعا مجموعه بتشجع ريال مدريد، لكن في النهايه نتمنى نشوف مباراه كبيره جدا. عشان نلقي الضوء على هذا الموضوع لازم نستضيف حد يكون قريب الصله من الاحداث في هذه المباراه، وتحديدا كمان من فريق ليفربول الانجليزي اللي بيستعد لهذه المباراه الكبيره جدا النهارده امام ريال مدريد في اسبانيا. لذلك في هذه اللحظات انا برحب من خلال فقره ترند اونلاين عبر الزوم مع المحلل والناقد الصحفي فريدي باكستون الصحفي بجريدة الجارديان البريطانية، عشان نتكلم معاه عن مباراة اليوم ما بين ريال مدريد وليفربول. مستر فريدي باكستون، أولا برحب بك في البداية، وعايز أعرف يعني اهتمام الصحافة وتعليق الصحافة الإنجليزية على مواجهات الدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا. أشكرك على دعوتي. أنا بعتقد أن طبعا في مباريات كبيرة منتظرنا في الشامبيونز ليج، خاصة ليفربول مقابل ريال مدريد النهاردة، وأنا شايف أن البي اس جي برضو مباراة ننتظرها، وهو إعادة لما كان عليه النهائي في السنة اللي فاتت. البريتش ليج الفرق الإنجليزية أنا شايف أن عندها فرص كويسة، وليفربول بالطبع هيبقى قدام مواجهة صعبة، إلا أن تشيلسي ومانشستر سيتي ان شاء الله الاثنين هيتقدموا للدور القادم. مان سيتي بالاخص شايف ان عنده فرصه كويسه انه يفوز بالشامبيونز ليج، وطبعا ده هدفهم الاساسي، وكانوا ناجحين نجاح كبير في انجلترا، الا انهم لم يتمكنوا حتى الان من كسب اللقب الاوروبي. وبالطبع ليفربول بما عنده من تاريخ طويل هو كذلك بيامل في ذلك، ولكنهم هم ايضا أمام مواجهة صعبة. طيب عايز أعرف برضو كيف ترى مواجهة صلاح أمام ريال مدريد؟ يمكن كلنا شفنا المباراة الأولى اللي كانت في نهائي العام قبل الماضي، وخرج صلاح بعد إصابة قوية نتيجة اصطدامه أو احتكاكه مع سيرجيو راموس. مواجهة صلاح مع فريق ريال مدريد تحديدا، هل من الممكن أن تشكل ضغط على صلاح، ولا يكون دعم وحافز معنوي لتعويض ما فات؟ لا، شايفه أن صلاح هيكون عنده طبعا ذكريات عن ما حدث في السابق، وما لا طبعا ما كانتش خبرة جيدة، ولكن هو لاعب كبير، واللاعب الكبير دايما بيذخر أفضل ما لديه للمناسبات الكبرى. الماتش كبير، وهو أكيد هيحبب جمهوره والعالم كله أن يتفرج على الماتش، وهو هيحاول يأثر أثر إيجابي على الماتش. لوقت ما صلاح في الملعب ليفربول يقدر أن هو يقدم مباراة كويسة زي ما شفنا قدام الأرسنال، وهو صلاح عامة بيركز على اللعب وليس على المد. هو دايما بيقوم بده، وعشان بيقوم بده بيقدر يقدم أفضل ما عنده، وبكده أقول لك أن ليفربول عنده فرصة كويسة للتغلب على ريال مدريد. طيب هل غياب سيرجيو راموس وفاران في خط دفاع فريق الريال ممكن يرجح كفة ليفربول؟ من المؤكد ان لو ريال مدريد النهارده عنده لاعبين اساسيين مش موجودين ومنهم راموس، لو غياب هؤلاء اللاعبين يمنح فرصه جيده لليفربول، لان طبعا قد يكون صلاح يرغب في الانتقام لما جرى في السابق، ويعتبر انه كذلك منافس لصلاح، وقد يكون صلاح يعني مش اسعد حاجه ان هو مش هيقدر يواجه راموس تاني، ولكن انا متاكد ان هيكون بالنسبه له برضه مهم ان بعد غياب اللاعبين الاساسيين في الفريق المنافس هيكون صلاح وليفربول عندهم فرصه اكبر لتقديم افضل وتحقيق اهداف ونتائج افضل، وبالتالي انا بقول انه هيكون نقطه ايجابيه، وان كانت المباراه في حد ذاتها سوف تكون مباراه صعبه.
طيب عايز اعرف منك برضو النهارده او في اخر مؤتمر صحفي لزين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، سئل عن محمد صلاح وامكانيه انتقاله للدوري الاسباني مع ريال مدريد، رد وقال انا اتكلم بس عن ال 25 لاعب اللي موجودين معايا في ريال مدريد. تعليقك على تصريحات زيدان، هل ده معناه انه مش عايز يتكلم على صلاح دلوقتي لعل وعسى ممكن الفتره الجايه يكون احد ابرز لاعبي ريال مدريد، ولا شايف انه هيكون مستمر في ليفربول الفتره الجايه بالنسبه لصلاح؟ حسنا، النهارده لما كان طبعا في المؤتمر الصحفي هناك العديد من القواعد التي تتبعها نوادي الكره واداراتهم، وبيقولوا له مثلا ما تعقبش او ما تعلقش على لاعبين فرق اخرى حتى لا تكون هذه مشكله، وبالتالي كان هذا من دواعي الحذر ان لا يتحدث عن لاعبين فرق اخرى، وان كان ما نتحدث عنه هو من اكبر اللاعبين، وانا اعرف ان زيدان وريال مدريد بيحبوا صلاح. احنا النهارده لازم نشوف صلاح عايز يعمل ايه. انا بيتهيألي ليفربول ما كانش عنده افضل موسم، صلاح نفسه بيقول انا بنقول ان عنده قدم موسم كويس، ولكن الكل هيحاول ان هو يوصل للشامبيونز ليج في على الاقل في المربع الذهبي، وبعديها بيتهيألي هيكون عنده الفرصه انه يفكر ايه اللي ممكن يقدمه، لان هتتقدم له برضه اوفرز عروض، الا ان طبعا يتوقف قراره على العروض التي سوف تقدم له، وبالتالي علينا الانتظار، لان حتى محمد صلاح ذاته اعتقد انه لا يعرف ما هي الوجهه او ما هي الطريقه الانسب للانتهاء من مرحله الانتقال. إذن علينا الانتظار لمعرفة الوجهة القادمة لصلاح، ولكن بعد نهاية الموسم. فريدي باكستون الصحفي بالجارديان البريطانية، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات قبل ساعات قليلة من مباراة ريال مدريد وليفربول في ذهاب دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا. كل التوفيق لصلاح، إن شاء الله مباراة كبيرة يقدر يعمل فيها نتيجة جيدة. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند.